السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا عم الشيخ؟ مرحبا. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. آمين يا رب. والله يا شيخ نفسي أكلمك من سنة، من الله أيام يرفع ما جيت قدرك. الأردن أنا نفسي أكلمك. أهلا وسهلا، ربنا يرفع قدرك. الله يبارك فيك. يا مرحبا. والله يا شيخ شفت لك رؤية، والله إني كلمت الأخ محمود وأخذت رقم الأخ محمود كم مرة عشان أقولها لك، بس والله ما يعني ما أمكن أنا بشرك الله أكلمك. بالخير، والله بشر، ربنا يبشرك بالخير. ربنا يجزيك كل خير عننا يا شيخ. والله آمين يا رب. والله يا شيخ إن أنا رأيتك والرسول عليه الصلاة والسلام بيغسلك وأنت ماشي على خطى الرسول عليه الصلاة والسلام. الرؤية ديت ما قدرتش أفسرها هنا، أنا فسرتها في السعودية. فوالله يا إخوان هناك يعني بشرونا، والله بشرى ليك في قلب الحرم، بشرى كريمة يا شيخ. والله والله يا شيخ إنني يوم ما شفتها إنني جسمي أشعر، وحاولت أتصل عليك أكثر من مرة والله ما قدرت يا شيخ. يعني ما حاولت، اتصلت على أخ محمود أكثر من مرة والله ما يمكن إنني أوصل لك يا شيخ. والله من يعني من سنة يا شيخ وأنا بحاول، وأنا في الأردن وأنا في مصر، وقابلت الأخ محمود يوم كنا بنصلي في مسجد الملك حسين، والله ما قدرت ان انا اوصل لك، ونفسي ابلغك بالبشرى دي يا شيخ من سنه. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك يا شيخ ويجزيك عنا كل خير يا رب. ان شاء الله ان شاء الله نتقابل في الحج ان شاء الله يا شيخ، ان شاء الله طلع الحج من الاردن ان شاء الله ونتقابل في الحج ان شاء الله. الله يجمعنا واياك على طاعته واجمعنا، وربنا يجزينا ويجزيك كل خير يا رب. جزاك الله خيرا. الله. طيب نستقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ الحبيب؟ بخير حال، أهلا وسهلا. أهلا بك يا شيخ، والله أنا في شوق أن أكلمك من زمان خالص والله. أهلا وسهلا. ويعني أنا في قمة السعادة أن أكلمك الآن. الله يسعدك في الدنيا الآخرة. حضرتك بتتكلم منين؟ أنا بتكلم من صاج، من الصعيد. من الصعيد؟ من الصعيد ومن صاج. أهلا وسهلا. والله أود أن أنا كنت أكلمك من زمن بعيد. يا أهلا وسهلا، ربنا يحفظك ويبارك فيكم. والله يعلم أن أنت في قلبي على طول وقرة عيني. الله يرفع قدرك، قرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة. ربنا يبارك فيك ويجمعنا وياك مع الحبيب المصطفى. والله إني أحبك حب، الله يعلم أني أنه هو شهيد على هذا الحب. الله يجمعنا وياك بهذا الحب في ظل عرشه. والله وأتمنى أن الله يشفيني وأن أعمل خادما تحت قدمي. ربنا يرفع قدرك، ده أنا اللي أخدمك بعيوني. الله يكرمك يا رب. يعني لي الأول رجاء عندك. نعم. أنك تدعو لي بالشفاء، لأن أنا في يعني مرض عظيم، أسأل الله أن يشفيني. أسأل الله في هذه الساعة أن ينزل على بدنك كل شفاء وكل دواء، وأن يطهر بدنك من كل داء، أنت وجميع إخواني وأخواتي من مرضى المسلمين. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. هو يعني يريد يتصح صدرك وتسمعني، إن أنا والله في شوق للمحادثة معك. حاضر، تفضل. يعني قناة الرحمة دي أود أن أقول إنها يعني نور للأمة أجمع. الله أكبر. والله يعني من المهتدين على قناة الرحمة أنا يعني شخصيا. الحمد لله، الحمد لله. والله كنت يعني من اللي يسمع المسلسلات والأفلام، ولكن الحمد لله نسأل الله يعني أن يتقبل توبتنا. اللهم لك الحمد. عندما ظهرت قناة الرحمة كانت هداية ونور لصدورنا وقلوبنا وأبصارنا. اللهم لك الحمد. أود أن أبشرك بشرة والله ما كنت أود أن أنا أقولها على الهواء مباشرة. بشرك الله بالخير. والله ما كنت أود أن أنا أقولها على الهواء مباشرة، ولكن يعني أول مرة تتاح لي الفرصة أن أنا أتحدث معك، فأتمنى أن يعني أقولها لك وابني يقولها لأبيه يعني. نعم. كلما أردت أن أنا أرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام كنت أنت التي يعني تظهر لي في المنام، يعني لدرجة أن أنا كررت هذا الموضوع وأصريت أن أنا أرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، كنت أنت التي تظهر لي في المنام، إما في المسجد، إما في حديث، إما في مجلس. والله يعني فذلك بشرة خير، بشرة خير كنت أستبشر بها خير. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. أسأل الله أن يجمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم بحبنا له، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.